طب تنظر بقى اتش، مش انت قلت هتيجي معايا التمرين النهارده؟ حقك عليا يا حبيبي، والله غصب عني. سفرية بسرعة كده سريعة، ولما ارجع هعوضها لك والله. ميدان انتبه. تمام تمام يا فندم. تمام يا فندم. صبور جزيل التنفيذ. شكرا. اتفضل دور الميدان. انا واقف قدام بطل جسم مستحمل من 40 ل 50 شظيه. ايه شكل الالم اللي ممكن يكون حصل وقتها؟ ايه الرقم ده اصلا 40 50؟ كنا متحركين في مهمه كده كلفتنا بيها القياده، واحنا متحركين اشتبهنا في جسم، كان اشتبهنا ان هو عبوه ناسفه، فقربنا ناحيته فاكتشفنا ان هو هيكلي مش عبوه مفعله. بعدها اتحركنا تاني بحذر فشفنا عبوه تانيه فعلا، وكانت عبوة بمجرد ان احنا قربنا ليها انفجرت العبوة، والحمد لله ربنا كرمني وخدت منها بعض الشظايا في جسمي، وما زال في جزء في جسمي وجزء الحمد لله خرج من جسمي. ربنا كرمني. الحمد لله، ورجعت تاني وبعدين خدت طلقة في صدري، وحاليا انا في مدرسة الصاعقة بدرب قوات الصاعقة. دايما نسمع جملة عقيدة الجندي المقاتل المصري. ايه العقيدة دي اللي بتخلي الجندي يتصاب يروح يرجع تاني، يصمم يرجع تاني لارض المعركة عشان يكرر نفس اللي عمله تاني؟ العقيده دي طبعا هي بتتزرع اصلا في كل البيوت المصريه، فهو انت بتشربها الاول في البيت، وبعدين بتطورها وبتشربها في الكليه الحربيه، وبعدين بنطلع نتعلمها من القاده بتوعنا، وبعد كده لما بنقابل القاده القدامى اللي هم حاربوا في 73 وفي حروب الاستنزاف، ما بتسمع منهم طبعا القصص والاساطير بتاعتهم اللي كانوا بيعملوها مع العدو، بتبدا تبني جواك عقيده هم ازاي كده. فانت لما بتتحط في الموقف ده بتعرف هم ليه ازاي كانوا كده، وبالتالي بتبدا تطلع اللي عندك كله في سبيل الله والوطن، وبتلاقي نفسك بتعمل اللي كنت بتشوفه قدامك صعب بقيت انت بتعمله، وممكن اكتر كمان. كل مره حضرتك بتسافر فيها بتسلم على اولادك قبل ما بتسافر وبتقول لهم سفريه صغيره وراجع، ولا بتتجنب اصلا ان انت تشوفهم عشان يعلم هترجع تاني ولا لا؟ متعود ان كل مره لما باجي امشي بسلم عليهم، وهي دي بتبقى المره اللي انا مش عارف انا راجع تاني ولا لا. فالمره ديت كان كل مره بيبقوا نايمين، فالمره دي كان وانا بسلم عليهم كان عندي سيف الله وياسين، كان ساعتها نايمين، فوانا بسلم على ياسين لقيته صحي. واه سلام صاحي. خلي بالك العدو هيعمل لك حفره ويستخبى لك فيها تقوم تروح الناحيه الثانيه وتضربه. حاضر يا ياسين، يلا نايم انت، تصبح على خير وانت بقى. حضرتك حسيت ان دي كلها اشارات بتقول لك ان في حاجه، ان المهمه دي مختلفه عن اي مهمه تانية؟ والله انت ساعات برضو بتحس ان هي اشاره، بس برضو في نفس الوقت انت واخد قرار خلاص، وبعدين احنا متكلين على الله، وبعدين كلنا يصيبنا الا ما كتب الله لنا. هو قبل لحظه الاصابه او قبل لحظه الشهاده بيبقى صاحب النصيب حاسس بكده؟ بص، هو ربنا بيلهم الواحد ببعض الحاجات هناك وهو شغال، وسبحان الله حصلت برضو معايا في مره من المرات ان انا شفت ان انا بتصف فعلا، وان انا فعلا باخد طلقه. و عايز اقول لحضرتك ان ده مثلا ما بيقللش الموضوع او ما بيخليكش مثلا تتردد لحظه، بل بالعكس هو بيخليك تطلع تاني، لان انت عندك عقيده ومقتنع ان كل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. حضرتك عندك اربع اولاد ربنا يخليهم لك ويبارك لك فيهم. لو حد منهم جه بكره وبعده لما يكبروا ان شاء الله وقال لك انا عايز اطلع زيك، عايز اكون زيك، هتقول له ايه؟ هقول له انا عايزك تطلع احسن مني كمان. ازاي؟ ضابط برضه مقاتل ولا في اي؟ لا، هو كل واحد يختار مجاله اللي هو فيه، ولو طبعا بقى ظابط لازم يبقى احسن واحد في المجال بتاعه، يعني اي شغلانه، بس المهم يبقى مقاتل فيها وعنده ضمير يدي اقصى حاجه عنده فيها ان شاء الله. حضرتك كنت من المحظوظين اللي خدموا مع الشهيد احمد منسي، فاكر حاجه قالها لك مستحيل تنساها؟ هو كان طبعا دايما بيوصينا خلي بالكم ما تتهورش وانت شغال في شغلك، دايما تعمل حسابك، اهل نفسك، عد نفسك كويس عشان يوم ما تلاقي ربنا ان شاء الله تبقى انت عديت نفسك مظبوط، فلما تبقى حتى وربنا كرمك بالشهاده تبقى شهيد مقبل، ودايما خد الموضوع كده بالعقل. طيب ممكن تكلمنا عن رحله العلاج بتاعت حضرتك بالتفصيل؟ طبعا رحله العلاج بتبقى طبعا نفسيا اكتر من بدنيا، لان الالم بيبقى وقت وهيزول، انما انت اهم حاجه تكون مؤهل نفسيا ان انت عايز ترجع تاني وتكمل. عايز اقول لحضرتك ان انا بعد كل اصابه كنت احس ان انا بقيت احسن من الاول صحيا وبدنيا، فبالتالي ببقى نفسيا احسن وببقى عايز ارجع تاني
هكمل نفس اللي انا كنت ماشي عليه. هل صحيح ان بمجرد لمح البصر للعدو بتكون متخيل السيناريو اللي جاي؟ انا ببقى شايف اللي هيحصل لما بشوف العدو بتاعي قدامي. هو انا بمجرد ان انا نزلت وشفت العدو انا كده الحمد لله انا كده تمام جايبه، يعني مفيش مواجهه مثلا ممكن تحصل ما بيننا، والا وربنا الحمد لله بينصرنا. سياده المقدم، قلت لك من شويه ان حضرتك من المحظوظين اللي خدموا مع الشهيد احمد منسي، وعايز اقول لك دلوقتي ان انا من المحظوظين اللي قبل حضرتك، وان اهم حاجه انا اتعلمتها منك فكره ان الواحد يبقى عنده عقيده، وفكره ان الواحد يربي ولاده ازاي. لو كل واحد ربى ولاده بالمبدا ده اكيد هيبقى عندنا اجيال بتسلم اجيال، يعني هيبقى عندنا زي ما عندنا مقدم اسلام يبقى عندنا بعد كده بكره وبعده زي المقدم اسلام وزي الشهيد منسي. ان شاء الله يكون في احسن مقدم اسلام. مفيش حاجه هتوقفنا ان شاء الله، مفيش حاجه توقفنا باذن الله.